السلام عليكم حبيبي الغاليين، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوجبه فرنسيه من نهار فاش كليتها عند واحد الصديقه ديالي فرنسيه، اصبحت مدمنه عليها حبيبي. يلا اول حاجه غادي نوريكم الطريقه اللي طلبتو مني، كيفاش انني كان ملي كنغسل الدجاج شنو كندير له قبل ما نديرو في المجمد، يعني قبل ما نولي نستعمله. اول حاجه اللي كندير هو انك ناخذ الحامض، يعني الليمون الحامض كاين اللي كيقول القارص، وكناخذ الزنجبيل الاخضر والملح. كنشدو مع البنات كنقطع هذاك الليمون مع الزنجبيل وكنطحنو هكذا حتى كيولي على هذا الشكل هو والملح، كنطحنهم بلا ما البنات ما كنزيد لهمش الماء، يعني كنخلي غير داك العصير ديال الليمون فقط. كناخذو الدجاج من بعد ما كنغسلوه مزيان وكننقيوه، يعني راكم عارفين كنغسلوه مزيان، يعني كتاخدي ديك الدجاجه وكتبداي كتحكيها بهذا الخليط، كنشدها يعني كنحاول ندخل هذا الخليط في جميع الجناب اللي كاينين في الدجاجه مفتوحين كيف ما كانوا، يعني الجهه ديال الصدر، الجهه ديال الفخاد، الكرش ديالها كنحكها مزيان. كيف كتشوفوا البنات، مع دابا انا كنخدم غير بيد وحده، كتشدو كتحكو هذيك الدجاجه مزيان، يعني ما كتخليوش شي بلاصه اللي مهدا، وكتحكوه باش يدخل داك الخليط غير الملح والزنجبيل الليمون والزنجبيل والملح. هكذا كنديرها في واحد الاناء وكنخليها، انا كنخليها بعض المرات ليله كامله، يعني ملي كنجيب الدجاج من المزرعه كنجيبو بحال دابا هكا في العشيه، كنغسل الدجاج في الليل، كندير له هاد الطريقه هذه، كنديرو في الثلاجه ونخليه حتى لغد ليه عاد كنغسلو. اما الا كنت غادي نطيبو في نفس النهار خصو على الاقل يبقى واحد ساعتين البنات، اقل حاجه يبقى واحد ساعتين باش كيتشرب داك الخليط. صافي البنات، اليوم دابا غادي ندوزو الوصفه ديالنا. الدجاجه راح نخليناها كترقد، بطاطا غادي ناخذ بطاطا هاد الصغيوره، هادي هي هاد الطريقه هادي كتستعمل بهاد البطاطا الصغيوره، يعني هاد البطاطس هكا صغيره، الا ما كانتش متواجده ديروا الكبيره، غير قطعوها تكون شويه كبيره، يعني ملي تقطعوها بحال بالك كانت بطاطا كبيره قسموها غير على اربعه، حنا محتاجينها باش طيب هي والدجاج في نفس الوقت. صافي البنات، هنا من بعد ما الدجاجه كنشدوها كنغسلوها مزيان، فتحتها من جهه الصدر، باش فتحتها خليتها تحلت على هذا الشكل هكذايا، لان غنحتاجها باش غنحطها فوق البطاطس من الفوق. دابا هانتوما البنات بطاطا هكايا نقيتها كامله، وراني زدت منها حتى الاخرى، زدت من الاخرى اللي عاديه، غير حاولت نقطعها حتى هي غليظه ما تجيش رقيقه. هنا البنات غادي ندير زيت الزيتون، لان ما غاديش نحتاجو التوابل بزاف، فيها زيت الزيتون تقريبا، زيت الزيتون البنات غادي ندير كاس صغير، يعني كاس صغير اللي كنشربو فيه الشاي، لان محتاجين الزيت، لان هذه الوصفه هذه خاص ما تبقاش فيها المرقه في الاخير، خاص يبقى غير الزيت باش كتجيب حليب شويه. غادي نديرو الملحه على حسب الذوق، وما تنساوش الدجاج ديالنا راه مرقد في الملحه، يعني ديروه على حسب القياس اللي غطيب فيه بطاطا، اما الدجاج راه شرب الملحه ديالو. غادي نديرو الابزار، الفلفل الاسود، غادي ندير معلقه صغيره، وغادي ندير ربعه ديال الضراس ديال الثوم، لان هاد الوصفه كتبغي الثوم، صدقوني البنات كتجي روعه 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 روعه. من هنا كنقولها شكرا ايزابيل، لانها بصراحه اعطتني وصفه غزاله وولادي كيحماقوا عليها. وكنديروا الاعشاب المنسمه، الاعشاب المنسمه البنات كنديروا جوج المعالق كبارين، تقدروا ديروا حتى ثلاثه المعالق، لان محتاجه باش نصوب بها الدجاج، وباش حتى البطاطا، يعني البطاطس حتى هي خاصها تكون مغطيه بهاد الاعشاب هذه هي، هذاك هو السر، هو الثومه وهاد الاعشاب المنسمه. دابا كناخذوا البنات هاد الدجاجه هذه وغنشدوها غنشرملوها عاوتاني، ما غنخليوش شي بلاصه اللي ما غاديش نديروا فيها هاد الخليط، يعني غادي نعمروها مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، يعني خلطتها مزيان، وإلا ما قدكمش يعني الخليط اللي درتو في الاول ما بقالكمش البطاطس، تقدو تزيدو نفس المقادير، نفس يعني الزيت والثوم وكل شيء. دابا غادي ندير بطاطا
وغنخلطها حتى هي مزيان في داك الخليط. هانتوما البنات خاصها تجي هكذايا مشرمله مزيان بداك الخليط، سورتو دوك الاعشاب كيعطيوها واحد الذوق ملي كتبدا كطيب، وهي واحد الريحه في الدار كلشي كيقولك شنو راكي مطيبه. والله القسم البنات الا صدقوني ما فيهاش توابل بزاف، ولكن كتجي روعه. يعني كنبغيو اننا نغيروا شويه في المائده ديالنا، بالخصوص لوليداتنا كيبغيو التغيير. صافي غنشدو هاد الدجاجه البنات وغادي نحطوها من فوق البطاطس. غادي نشدها، انا كان عندي نفس الصحن ديال الفرن المكان ديالو كنت كنغطي به، ولكن دابا غادي ندير غير الورق ديال الطبخ، وعاد غادي ندير بابي الومنيوم من فوق منه. ما ديروش بابي الومنيوم فوق الماكله لان راكم عارفين انه مضر. الماء البنات غادي ديروا غتعمروا القياس اللي غطي فيه بطاطا، يعني تقدوا انكم تعمروا حتى تولي متقادد مع بطاطا. اما الدجاجه خصها ما تكونش فيها عامره بالماء، لان خاصها تبقى من الفوق، لان كيجي مشوي كيجي روعه البنات. دابا غادي نغطيها وندخلها للفرن الى حتى غطيب وغتحمر. ما مره كطلي عليها، الى لقيتي بحال دابا الدجاجه هكذا ناشفه ولا شي حاجه، كتهزي شويه بالمعلقه وكترشي بداك المريقه عليها الفوق هكا باش كتزيد حتى هي طيب، باش ما كتجيكمش اللحم ديالها قاصح، كتجي رطبه. وهداك تحرقوا يديكم ودعيو فيا البنات، يعني هزوا بالمعلقه وردوا بالكم الفران راه صعيب. يلا ها البنات صافي غادي نديرها في الفران ملي غتوجد معكم. ها هي ديال الحبايب ديالي، الدجاجه ديالنا طابت. هانتوما كيفاش كتجي؟ كتجي ناشفه، ما خاصهاش تبقى المرقه، كتبقى شويه ديال الزيت، الزيتون هي اللي كتبقى شي شويه ملي كتهزوا بطاطا وتهزوا الدجاج كتلقاوها لتحت. شفتوها البنات كيف كتجي؟ كتجي محمره مشويه غزاله روعه. ترافقوها باي حاجه، اما بالارز الا كان عندكم بحال دابا هكا الارز وبغيتوا تحطوه في الطبق حتى هو معاه، اما ترافقوه غير بالسلطه، لان انا ديك المره رافقتها لي هي بالسلطه وبقيت انا مدمنه عليها بالسلطه، كتعجبني هكذايا. انا رافقتها بالسلطه اللي كان عندي في الثلاجه البنات، هزيتو خلطتو حطيتو عندي هنايا، اللي لقيتو درت به سلطه، يعني مخلطه من كل شيء بلا ما نقول لكم، كل شيء اللي جات على بالكم درتو في هاد الشلاضه هذه. صافي هذا ما كاين البنات، الوجبه ديالنا سهله خفيفه، كنتمنى انها تكون عجبتكم حبيبي الغاليين، وتجربوها تردوا عليا وصدقوني ان الا جربتوها راه غتولي معتمده عندكم حتى الضياف، عرفتي روعه. انا ملي كيلقاوني دايرها كتجيهم روعه روعه روعه، واللهم ديمها نعمه علينا والحمد لله. وشكرا لكم حبايبي، واللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.